ربي يخليكي لينا يا امي. يعني على قد ما الاغنيه دي بصراحه بتعبر كده عن مكانه الام واهميتها في حياتنا، بس ما اعرفش ليه بتخلي الواحد حاسس ان هو عايز يعيط. ربنا يديمكم علينا نعمه ويحفظكم لينا بجد، انتوا السند، انتوا الظهر، انتوا الامان، حياتنا من غيركم ما تسواش اي حاجه. ربنا يحفظكم ويخليكم، ودمتوا لينا كده في حياتنا مصدر للسعاده وللخير يا رب ان شاء الله. صحيح ست الحبايب يا حبيبه، زي ما بيقولوا كده احد المعالم الاساسيه للاحتفال بعيد الام، لو ما سمعناهاش ما بنحسش بقيمه اليوم بشكل كبير، عشان كده لازم كلنا النهارده نسمع ست الحبايب يا حبيبه وحارسنا. الحقيقه انا بشكر محمد نبيل وكل الزملاء اللي حضروا لنا هذه الاغنيه في الفاصل اللي احنا شفناه مع حضراتكم. وست الحبايب يا حبيبه هي كل ام مصريه اصيله ضحت ووفت بوعودها، واعتقد المكانه الكبيره اللي محفوره في قلوبنا. ولو سالت اي حد مين اعز شخص في حياتك هيقول لك هو امي. اي نعم الاب ليه دور كبير جدا، ولكن الحقيقه المكانه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها للام وغرس فيها كميه حنان تكفي العالم كله مش موجوده عند اي حد. عشان كده بنقول لكل ام كل سنه وانت طيبه، نتمنى يا رب كل واحد مقصر مع امه. راجع نفسك الا امك، اوعى يفوتك الاوان. ناس كتير جدا بتندم، ناس كتير بتقول يا ريتني، كلمه يا ريتني دي تحديدا مع الام مش عايزين نسمعها اطلاقا. راجع نفسك مهما كانت ظروفك وانشغالاتك، مهما كانت لا قدر الله حتى لو عيالك تعبانين، لازم امك تزورهم، لازم امك تزورها ولازم تسال عليها، ولازم في اليوم ده تفرحها، مش تفرحها بقيمه الهديه اللي انت هتاخدها لها وتقول لها كل سنه وانت طيبه. والله لو بكلمه وتترمي في حضنها بس وتقول لها كل سنه وانت طيبه يا امي، اعتقد ده عندها اغلى من كنوز الدنيا كلها لو جبتها لها. كل سنه وانت طيبه يا امي، كل سنه وانت طيبه يا زوجتي، كل سنه وانت طيبه حماتي، كل سنه وطيبه يعني كل سيده مصريه، وطبعا على راسهم كل سنه وكل امهات الشهداء بالف خير وصحه وسعاده. ومره ثانيه كل سنه وانت طيبه. انت طيبه عاصم بصحه وسلام، ورب دايما كده قعدنا كلها فرح وسعاده، كل امهاتنا يكونوا بخير. الام مهما اتكلمنا عنها مش هنقدر نوفيها حقها، بتتعب كتير قوي من واحنا لسه اطفال صغيرين في بدايه بقى يعني حياتنا، بنلاقي مجهود كبير. والواحد مننا، انا هتكلم عن نفسي مثلا كتجربه شخصيه، ما حسيتش بالمجهود والتعب اللي امي كانت بتبذله معانا واحنا فتره ما احنا اطفال، الا لما بقيت ام. قد ايه الام بتعاني لو ابنها تعب، لو نازله توديه مدارس، لو بتذاكر له، بتحضير الاكل، الشرب، كل حاجه في حياته، القلق وان قلبها يكون مفطور عليه لو بس سخن شوي. صح. ولا تعبان شو بيكح شوي بجد حتى لو الأم بيفكر. والله اه والله يا عاصم، فكره انها تشوف ابنها الان بيفكر والله في حاجه، دايما ذهنها مشغول مع اولادها. ومش بس هم صغيرين، حتى لما بيكبروا يعني، حتى لما بنتجوز وعندنا اولاد، تلاقي امهاتنا برضو حامله همنا. صحيح. وبتفكر فينا وهنعمل ايه. وفي ظروف زي اللي احنا فيها دي في فتره الكورونا، مين شايل اولادنا؟ هي امهاتنا، ربنا يخليهم لنا يا رب ويديمهم علينا نعمه، هم اللي شايلين اولادنا في الفتره دي. اعتقد انه مجهود كبير ومكانه عظيمه عظيمه للام بتقوم بيها، وليها كيان وليها مكانه خاصه في قلوبنا. الاب كمان دوره مهم قوي قوي في حياتنا، ما نقدرش ننسى دوره، وان وجوده هو السند وهو اكيد على الحته دي كويس. اكيد اكيد بجد عاصم والله، يعني مش مجامله للاباء، ولكن فعلا وجود الاب هو السند وهو الدعم. ولكن الام زي ما كمان عاصم قال، هي مصدر الحنان، مصدر الثقه، مصدر العطف، حضنها ما بيتعوضش. يعني هي اكتر شخص فعلا وقت ما بتكون في عز الشده وفي الازمه، لما بترمي نفسك في حضنها بتحس ان انت كأن ربنا سبحانه وتعالى كده نزل يعني ميه بارده كده بيرطب بيها على قلبك وعلى روحك بجد والله. ده حتى يعني رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم شبه ان الانسان اللي عمله صالح قبضة القبر بتبقى بالنسبه له كحضن امه. والتشبيه ده مكانته معنى قد ايه حضن الام جميل، وحضن الام مليان دفى وحنيه وكل المعاني الجميله اللي الواحد فعلا لو كل هموم الدنيا جت حواليك رميتك بس في حضن امك بتنسيك كل العالم حواليك. الانسان الوحيد اللي ما بيزعلش منك في حياتك حتى لو انت مقصر معاه هو امك. صحيح. الانسان الوحيد اللي مش بيلومك حتى لو انت اخطات في حقه هو امك. الانسانه الوحيده اللي انت لو نسيت الدنيا كلها وفي يوم رجعت لها وقلت لها كل سنه وانت طيبه يا امي او حقك عليا، انا الدنيا خدتني، عمرها حتى ما بتفكر تلومك ولا تقول لك انت كنت مقصر معايا ايه. عشان كده هي الام يا جماعه دي المكانه الكبيره. كمان الام مش بنفتكرها بوجودنا جنبنا، في ناس امهاتها كتير جدا بعيد عنها، ومش معنى عشان خاطر امنا بعيده عننا احنا ننساها، بالعكس تماما. قربك لامك حتى لو بالتليفون، حتى عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي اللي احنا بنستخدمها للاسف هباء. ناس كتير بتقعد بالعشر وبالثمان ساعات على الفيسبوك ما بتفكرش حتى تسال على قرايبها.
النهارده عندك مناسبه جميله اسمها عيد الام، اتصل بمامتك لو بعيده عنك على الاقل ومش قادر تسافر لها يا سيدي، افتح فيديو كونفرنس ربع ساعه، اعمل لها احتفال انت واولادك كلهم، كل سنه وانتم طيبين. اعتقد بالنسبه لها دي حاجه كبيره جدا. الناس اللي مامتها جنبها يا ريت ترجعوا النهارده بدري من الشغل وهديه بسيطه تدخلوا عليها تفرحوها وتقولها كل سنه وانت طيبه يا امي. اعتقد هتبث فيها الامل من جديد وهتدعمها نفسيا ومعنويا. احنا عندنا ظروف صعبه جدا، خدوا بالكم الام مش بتربي الابناء، ده بتربي الاحفاد، وزي ما بيقولوا كده عندنا في الصعيد عز الولد ولد الولد. وفعلا والله العظيم تاني امهاتنا مش بس بتشيلنا، ده بتشيل ولادنا، وربنا يديهم الصحه والعافيه رب العالمين ويشيلوا ولاد ولادنا بعد كده. المكانه الكبيره دي مش عايزين ظروف الحياه اللي هنا عنها يا جماعه، لازم نسال على والدتنا خاصه في يوم عيد الام. ومش معنى ان في عيد ام هو يوم واحد في السنه ان احنا نقصر معاها بقى ايام السنه، ده بالعكس، عيد الام هو موجود كل ايام السنه. عشان كده بنقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين يا امهات مصر، ودايما يا رب العالمين بالف خير وصحه وسعاده. والحقيقه تهنئه خاصه بخص بيها السيده انتصار السيسي زوجة وكريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقول لها كل سنه وانتم طيبه. والحقيقه دور حضرتك كان بارز وكبير جدا، مش بس في دعم رئيس الدوله، لان زي ما بيقولوا كده وراء كل رجل عظيم امراه، ولكن في تربيه ابنائك واحتضانك كمان لكل ابناء الشعب المصري الاصيل. فكل سنه وحضرتك طيبه يا فندم، وبالف خير وصحه وسعاده، ودايما ان شاء الله نموذج مشرف للام المصريه باذن الرحمن. ضغوط الحياه كتيرة قوي، ولكن هي مش مبرر ان احنا نكون مقصرين مع امهاتنا، او ان احنا نتهاون في ان احنا نودهم ونروح لهم ونزورهم ونرفع عنهم في حياتهم، خصوصا لما بيوصلوا لسن كبير او متقدم في السن، بيبقوا محتاجين الرعايه، بيبقوا زيهم زي الاطفال الصغيرين. احنا اللي بنبدا نراعيهم بعد ما كانوا هم اللي بيرعونا واحنا اطفال، بنيجي في مرحله احنا اللي بنبدا نراعي، احنا اللي بنبدا نخلي بالنا عليهم بنراعيهم. وخلوا بالكم ان الكلمه البسيطه ممكن تزعلها، الكلمه البسيطه ممكن تجرحها، وبالتالي خلي بالكم من كل كلمه بتقولوها، خلي بالكم من كل تصرف بتعملوه. كنت بستغرب قوي عاصم زمان لما كنت اختلف مثلا مع والدتي وانا طفله صغيره، ومجرد ما نبقى لسه متخانقين الاقيها بعد كده جت تصالحني، او مجرد اروح اصالحها او اعتذر لها، كان الموضوع لم يكن. فعلا دلوقتي انا بقيت كده، يعني انت دلوقتي انا متخانقه مع ابنك او بنتك او مع زوجك بيبقى في يعني معاتبه وكلام بيبقى خناقه يعني، حتى لو اصطفت الامور بتبقى في معاتبه وكلام وجلسه نقاش بتعدي بالساعتين عشان نوضح الامور، وكل واحد يوضح موقفه وظروفه والياته والحاجات دي كلها. لكن مع الام مجرد بس بتقول لها حبيبتي خلاص بتنسى اي الموضوع حاجة. الموضوع بيبقى فعلا منتهي، وعشان كده هي اكتر شخص لا عمرها تشيل منك ولا عمرها هتفضل متضايقه منك، ومهما حصل ومهما زعلت في لحظتها، ولكن خلاص الموضوع مجرد ما بتتصالحوا وبتعتذر لها الموضوع كانه لم يكن. وبالتالي هي دي علاقه الحب بقى الحقيقيه. صحيح. علاقه الحب اللي ما فيش اجمل منها. ان يكون في فعلا اخلاص، في محبه، في صدق في المشاعر، لانك انت جزء منها وانت روحك جزء منها، وبالتالي يعني مهما عملت لا يمكن هتشيل جواها او هتتاثر منك، وبالتالي المفروض بقى ترد ده، ان انت تكون في احسن يعني تعامل معاها، تعاملها بود بحب، ما تنساهاش حتى لو في مواقف بسيطه جدا. ودايما الامهات على فكره بتركز في التفاصيل البسيطه. يعني ممكن يكون موقف بسيط بالنسبه لك انت، ممكن تتخيل ان هي مش هتزعل، ولكن هي ممكن تكون زعلانه بس من جواها وما تبينش ده. صحيح. وبالتالي دققوا قوي في التصرفات البسيطه، لان فعلا بتاثر في امهاتنا جامد.